الشيء اللي راهو صار في فلسطين الله ينصرهم هو جرائم كبرى في حق الإنسان. صوروا الفيديوهات اللي شفناهم من الأفعال الشنيعة اللي تقشعر لها الأبدان، ومع هذا الفيك ميديا وحكام العالم حابين يقنعوا سكان الأرض باللي لا فلسطين اللي راهي غالطة بالسيف، حبوا يرجعوا فلسطين جماعة إرهابية ما قري هما راهم يدافعوا على أرضهم برك. باين رانا في وقت وين الحق يبان تمتم. دوكا معظم الناس في العالم عبالهم مش كاين وشكون الغالط والظالم تاع الصح. بصح تخيل انت كي كانوا يصراو عفايس هكذا في وقت وين الانترنت ما كاش والحكام تاع العالم هما اللي يتحكموا في الميديا 100%. وهذا الشيء بالذات اللي كان يصرا خلال ثوره التحرير الجزائريه، وكانوا يقولوا لجبهه التحرير جماعه ارهابيه والعالم كان مأمنهم، خصوصا البطل الشهيد القومي اللي راح نحكوا عليه في هذا الفيديو. منع الفرنسيون من قول اسمه مامور ما استشهد، وصالات السينما اللي عرضوا فيلم القصه تاعو ريبوهم ملتم على حسب واحد المصدر علي عمار المعروف في التاريخ باسم علي لابوانت. قبل ما نخوضوا في هذا الموضوع نفكركم باللي تحت في الديسكريبشن كاين واحد الروابط تاع كاع مصادر المعلومات هذه اللي راح تشوفوهم في هذا الفيديو، وزيد روابط تاع مواقع وعفايس اللي نقدروا نعاونوا بهم فلسطين. ضربوا طلع عليهم مور الفيديو. علي عمار الزايد في 14 ماي 1930 في مليانو، شهيد ومحارب جزائري دار التير في فرنسا أثناء ثورة الجزائر، معروف الكثرة بالدور ديالو في معركة الجزائر الكبرى لباطاي دالجي مع حسيبة بن بوعلي بتي عمار زهرة ظريف وياسف سعدي. الظروف العائلية اللي عاشها في صغره ما خلتوش يقدر يقرأ في المسيد، تسمى كان يدور مع أصحاب الرجلة ويدخل في المشاكل بزاف. ديجا دخل الحبس أول مرة كي كان في عمره 13 سنة. العقلية هذه بالذات اللي كانت عنده على جال المعيشة في وقت فرنسا والحقد كونترهم هي اللي خلته يولي إنسان بزاف مهم في البداية تاع الثورة الجزائرية. هادي من بعد نقولو له علي كي كان صغير خدم بزاف في الفيرمات تاع الفرنسيين المستعمرين. مر ما جوز شوية حبس في 1943 كي سرق أدوات عسكرية من فرنسا، راح لألجي وين تعلم لاماسونري، دخل تانيك في صفوف النادي الرياضي وين كان يدير الملاكمة، والتم وين تعرف على بزاف وطنيين اللي دخلوا له فكرة الثورة في راسه. على كل حال هو تمتم ولا معروف في ألجي تماك ابتداء من 1945 هكذاك بواحد اللعبة واسمها تشيك تشيك، واحد الجو تاع الدراهم كيما ألعاب البونتو. Allez, monsieur, dame, à vous jouer, à très de mots, vas-y, mettre bêche, vas-y, mettre bêche. 1000 francs. 3000 si vous voulez, madame, à vous jouer. À très de mots, misez gros, gagnez gros. Dame, allez, approchez, monsieur, dame, approchez. Dame, allez, oh, vas-y, mettre bêche, vas-y, mettre bêche. Il est toujours là. كاين واحد المصادر تقول باللي كان بروكسينات تانيك، بصح انا هذه ما تدخليش في راسي بزاف. شخصيا ما امنتهاش هديه، جاتني بزاف بيزار وما تمشيش كاع مع الشخصيه تاع علي لابوانت. المؤرخ الان فيركوندلي اللي زايد في الجزائر في 1947 هو كتب هذا الشيء، وزاد قال باللي ولا عنده ان برستيج دو كايد. اون توكا في 1952 زاد دخل الحبس بتهمه الضرب والجرح العمدي كونتر بوليسي، وفي 1953 تان على محاوله قتل، وزيد في 1954 ونحكموا عليه عامين في حبس سركاجي مرمسيه يقتل عسكري فرنسي. هذاك الوقت حبس سركاجي كان اسمه حبس بارباروس. في هذاك الحبس تقربوا منه اعضاء من جبهه التحرير الوطنيه وهضروا له على ثوره التحرير الجزائريه والبيت ديالهم في هذاك الشيء، وتقنع باش يدخل معاهم. جبهة التحرير الوطنية تأسست في 23 أكتوبر 1954 من قبل مجموعة الستة، ورجعت هي تتحكم بالموفمون الجزائري خلال ثورة التحرير. قسموا المهام على العباد وقسموا الجزائر إلى مناطق، كل واحد شكون يحكمها وواش يكونوا لي ميسيون فيها. أنا جدي الله يرحمه كان عضو في الأفالان. كاين أربعة أنواع تاع المجاهدين: مجاهد، مسبل، فدائي، ومناضل. ميليتون. جدي كان ميليتون وكانت خدمته تريزوري أمين صندوق، يخبي دراهم للمجاهدين ويترانسفيريهم كدا، ومهام أخرى تان كيما خطرة كان مخبي سلاحات عنده. خطرة في 1956 ولا 57 ما رانيش سير، رفدوه فرنسا هو و14 واحد أخرين، وشارعوهم شكوا فيهم اللي راهم يعاونوا في الجبهة. ما طولوش عاودوا تلقوا جدي خطر ما حكموا عليه حتى دليل. هو هذاك الوقت كيشك باللي كاين خوانه اللي كاباب يبيعوه، ولا ما ملي كانوا مازال ما تلقوهمش فرنسا وخاف يهضروا بالتعذيب ديسيدا يطلع للجبل. بصح الجبهه ما خلاتوش، قالوا له عندك دراري تلتها بهم ما تقدرش تخليهم بلا بابات، وزيد نسحقوك في البوست ديالك. وكما كان الحال قاعد يعاون في المجاهدين كمناضل تريزوري في شراغو اللي كانت تنتمي للولايه الرابعه منطقه الساحل. كان حاكمها رابح بيطاط ولاجوان ديالو بوج مع سويداني اللي عليه سماو سويدانيه، وبزاف بلايص واحد اخرين كيما اصطاد بوج مع سويداني اللي جاي في قالمو.
جدي رابح عماري عاش حتى 2016 ومات في عمره 93 سنة الله يرحمه. هذه هي لاتيستاسيون تاع المجاهد تاع جدي الله يرحمه. المهم حنا نروحوا لالجي لا زون اوتونوم اللي كان حاكمها العربي بن مهيدي. علي عمار بعد ما سمع بخطه الثوره تاع جبهه التحرير في حبس السركاجي جاه خبر باللي راح يديروا له ترانسفير لحبس واحد اخر، دار فيها خطا وهرب من الحبس. موراها بشويه شهور في اواخر 1956 تلاقى اخيرا بياسف سعدي اللي كان لاجوان تاع العربي بن مهيدي والشاف تاع الافالان في الجي. باش يدخل معاهم في الجبهه ياسف سعدي حاب يتستيه، مدلو اسم تاع واحد كان حركي وبيع وقالو هذا لازم يتليكيدو. علي لابوينت نفذ المهمه بدون تردد. كاين فيرسون تقول بلي قتلو التم، وكاين فيرسون واحده اخرى تقول بلي ياسف سعدي مدلو سلاح فارغ باش يتاستيه وباش يدخل مع الجبهه يولي ما عندوش خيار خاطر شافوه شكون هو وشافو وتشو وما ماتش اللي كان نورمالمون يليكيدوه ويقتلو. الفيرسون دوزيام هي لا فيرسون اللي داروها في الفيلم تاع لا باتاي دالجي. C'est l'indicateur de la police. Sous prétexte de boire une tasse de café, après quoi il sort. Tu dois tuer l'agent. Alors, ça va? Tu as la trouille. Chauffeur al khawa nida ma chamel khouba ta bhalou. Chauffeur ka sharra chouk dam slah. نحبك تفهميني واش هاد التمسخير هذا. دوك نفهمك اذا ما حكموناش من قبل. نحب نعرف شكون بعتك، اسمه وصليني ليه. راهو يستنى فيك. وين؟ دوك نروحوا ليه اذا ما حكموناش. بصح كيما قلت كاين بعض المؤرخين اللي قالوا قتلوا التم. هنا كاين بزاف مؤرخين اللي ماركاو حكايه علي لابوينت وكل واحد واش يقول. كاين كريستوفر كرادوك وامالار سميث اللي قالوا عليه كان زعيم القتله تاع الافالان، وكاين ماري مونيك روبان اللي كتبت عليه باللي ياسف سعدي دخلوا في الافالان على جال القدرات القتاليه تاعو. باش تريماركيو كيفاش الناس اللي حاكمين الميديا بكري ولا دوك ينقلوا واش يحبوا ويوروا للعالم الصوره والحقيقه اللي هما يحبوها. مثلا هذاك الوقت نيويورك تايمز الجورنال الامريكاني كتب عليه ارتيكل بعنوان لاين اب اوف ذا كاسبا اندرورلد وذ ذا ناشوناليست تيرورست موفمنت، معناتها اعضاء العالم السفلي للقصبه مع اعضاء الحركه الوطنيه الارهابيه. راكو تشوفوا باللي مام هذاك الوقت جبهه التحرير الوطنيه والعالم كان يشوفها جماعه ارهابيه. التاريخ يعاود نفسه، بصح في هذا الوقت حتى الشعب ولا اعلام وهذا هو لافونتاج. جلوري تو فلسطين. المهم بعد عدة عمليات اللي نفذهم علي عمار خصوصا الحراركة والبيعين اللي كان يقضي عليهم كيما رافع عبد القادر اللي كانوا يعطلوا بيضابو وحسين بورطاشي اللي كانوا يعطلوا حسن لبنوا، رجع هو حاكم القصبة تقدر تقول، رجع سامبول راجل قاع يخافوه التماك لدرجة وين دار لهم قوانين التماك وين يمنع اي واحد يشرب شراب ولا يتكيف الدخان، ممنوع في القصبة. ماركش عارف اللي ممنوع الكيف وعلاش بالك تعاود ما شفتش حسن البليدي. في 30 سبتمبر 1956 ثلاثة فدائيات تاع جبهة التحرير زهرة ظريف سامية الخضاري وجميلة بوحيرد داروا مهمة اللي بها بدأت معركة الجزائر لاباطاي دالجي. حطوا ثلاثة بومبات واحدة في ميل كبار واحدة في قهوة واحدة في اير فرانس، زوج ترتقوا تاع زهرة ظريف وسامية الخضاري في البار والقهوة، بصح تاع جميلة بوحيرد ما ترتقتش في اير فرانس. الانفجارين خلفوا 4 موتى و52 جريح. هاد الفدائيات ومعهم جميلة بوعزة كانوا ينتميوا إلى شبكة المتفجرات تحت قيادة ياسف سعدي وعلي لابوينت. Le vol 432 en direction de... Vivira hasta mañana, Rebeca. تلت شهور مراها تم قتل واحد من أهم الشخصيات الفرنسية هذاك الوقت، كان رئيس اتحادية الولات في الجزائر وكان اسمه أميدي فورجي. ويكيبيديا تلقاه كاتب أساسيني باغ أن تيغوريست أغاب، بصح في الحق قتل على يد بطل من أبطال ثورة الجزائر اللي هو علي لابوينت.
تحت أوامر القائد ياسف سعدي. باش تشوفوا كيفاش حتى إلى يومنا هذا مازالهم يقولوا باللي شهداء تاعنا كانوا إرهاب. هي هذاك الوقت اللي فرنسي حصلوها في واحد اسمه باداش بن حمدي، رفضوها 26 فيفري 1957 وحكموا عليه بالإعدام في 12 أفريل 1957. ماغري هو قال لهم بلي خاطئه كاع ديك العملية، عدموه بالمقصرة في 25 جويلية 1957. المؤرخ بيير بيلوسي متأكد بلي باداش بن حمدي هو اللي قتل أمي دي فورجي. صح واحد اخرين كما إيف كوريار يقول لك لا لا، علي لا بوينت هو اللي قتل أمي دي فورجي تحت أوامر ياسف سعدي. ياسف سعدي نفسه نفى هذا الأمر وقال بلي الجيش الفرنسي هو اللي خدم هاكا. بصح بوعلام جفور ومحمد البجاوي يكونفيرميو بلي لا فعلا هو اللي ليكيدا أمي دي فورجي. 26 جونفي و10 فيفري 1957 زادوا انفجروا زوج بومبات واحد اخرين، واحدة حطتها جميلة بوعزة في ريستورون والاخرى حطوها في ستاد البيار. اونسيا مجاهد اللي هضرت معاه هنا في القصبة قال لنا بلي سعيد تواتي هو اللي حط البومبا تاع الصطاد هو ومصغر واحد اخرين. هذه شغل معلومه زياده اللي ماشي سير. في افريل ياسف سعدي وعلي لابوينت هربوا من باتروي فرنسيه بعد ما تهراو عليهم. في جويليا حكموا على علي عمار بالإعدام لكونه واحد من رؤساء الشبكة الإرهابية في الجزائر على حسابهم هما. وفي 24 سبتمبر ألقوا القبض على ياسف سعدي وزهرة ضريف بعد ما باعوهم الخوانة. الفيديو تاع كي دخلوهم للمحكمة التقشعر لها الأبدان. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار أبطال الجزائر. حكموا ياسف سعدي في 24 سبتمبر خباوه في فيلا في البيار في سرية تامة، ومنعوا عليه هو وزهرة ضريف كونتاكت مع اي واحد من برا، يعني ما كاش مام با لي فيزيت. وهذا كاع باش يخبوا عليهم واحد الخداع كان صاري في ظهرهم. دوك نفهمكم وعلى هذه معلومة مهمة بزاف. في 2006 جورناليست امريكاني اسمه تاد مورغان كتب كتاب اللي سماه My Battle of Algiers، يعني معركة الجزائر ديالي. وفي 2016 نشروا الترجمة الفرنسية ديالو. فان فاكت، ياسف سعدي الله يرحمه عاش الاستقلال ومات غير كما في 2021 عن عمر يناهز 93 سنة. في الكتاب تاع تاد مورغان كاين واحد الباساج وين حصل في ياسف سعدي باللي باع لي لابوينت ورى الفرنسا وين كان مخبي، وهذا الشيء ما عجبوش قاع وقرر يشارعوا على الهضرة هذيك. دار انترفيو في دارو مع دي جورناليست وين جبد قاع لي زارشيف تاع زمان ولي بروف باش يبري اسمه من هاد التهمة. Cette déclaration vous est destinée en premier lieu, monsieur le journaliste Ted Morgan, de même qu'elle est destinée à tous et autres qui s'évertuent dans la palabre sans pouvoir apporter un iota de vérité, en arborant ne serait-ce qu'une preuve irréfutable de leur déclaration faite, souvent, au cours de conciliabules interlopes. Mais dans le cas où vous n'accepteriez pas ce défi ou cette confrontation, c'est selon, fait amende honorable et demandez pardon non pas à moi seulement, mais à tous les patriotes de mon pays par les moyens que jugerai utiles. Il s'agit, selon eux, de Hassan Gandrich, dit Zerouk, dit Safi, dit Basile, ancien compagnon de Yassef qui a été arrêté le 6 août 1957. Zerouk avait été retourné par l'armée française qui a caché son arrestation du 6 août au 8 octobre 1957 tout en étant arrêté, il a continué à adresser des correspondances à Yassef Saadi. Toutes ces correspondances sont classées par l'armée française sous le titre « double jeu », retournement d'agent. راني اون بلان مونتاج دوكا، وابارامون هاد الحكايه تاع شكون باع لي لابوينت والجماعه مازال الى يومنا ماشي فريمون متاكدين فيها، على خاطر صبت بزاف هضرات واحد اخرين وبزاف ديزانترفيو كدا الاخر. من اهم لي دو انترفيو اللي لقيتهم هي هاد التصريح تاع لويزا ايغي لحريز اونسيان مجاهده، وتانيك التصريح واحد اخر كاع تاع ياسف سعدي تانيك قالوا هاد العفايس. دونك نوري لكم هاد العفايس ونكملوا الفيديو ديريكت.
J'étais pas directement liée à Yassouf Saadi, mais j'étais avec les Bakel Saïd et ainsi de suite, le chargé militaire de la zone 1, qui a donné Hassiba, Ali Lapointe, Thierry Omar et Hamidi. Qui les a dénoncés? Ah, j'étais pas là. Mais le doute persiste sur Saadi. On m'a incarcéré le 20 décembre 57. La première des choses que j'ai su là, en rentrant à Sarkadji, on m'a dit, voilà, Saadi a donné Ali Lapointe. Quand Zohra Drif, la lettre qu'elle a envoyée, on a dit qu'il faut faire quoi bien. Il m'a dit, il faut faire quoi bien. Il faut te rendre. Ou madabik, tu fais Ali Lapointe ou Halilé Bassi et Randi. Ou Mdiakhra, on n'a jamais été torturé. Et c'est la vérité. On n'a pas été torturé. لو كان تورتيرا وكو قريت بهم غير شي حد هنا ما والو ابسوليمون وتقول لهم راه في مدار فلانيزم طونديو الور الحركه خير من هنا بوما. كما قلنا مقبل في 1957 حطوا زهرة ضريف وياسف سعدي في فيلا ومنعوا عليهم كونتاكت كاع مع العالم الخارجي باش ينفذوا الخطه تاعهم في سريه اللي كانت استعمال واحد من عملاء الجبهة السابقين لخانة حسن قندريش المعروف بزروق الكابيتان الفرنسي ليجي هو اللي قلبو بتخبيه زروق كونتاكت عليه باش يعرف بلاصتو بعتلو برية هو في بالو زروق مازالو المسؤول العسكري تاع لازون تاع ألجي قالو بلي راه مخبي معاه حاسبة بن بوعلي بتي عمر 13 سنة في عمرو وليد اختي ياسف سعدي ومحمود بوحميدي وعنده دراهم وزيد 4 بومبات قالوا مدى به يشن هجمة واحدة أخرى ويدير تفجيرات انتقاما لياسف سعدي ولكن المعلومات هادو كاع راحوا للكابيتان ليجي اللي ضرب 3 سمانات باش لقى اكزاكت وين كان مخبي عليه لابوينت في 05 شارع أبديرام قصبه في الكتاب تاع تاد مورغان قال بلي ياسف سعدي هو اللي باع لي لابوينت بعد ما جات زارتو يماه وقاتلو بلي لازم نخرجو بتي عمر من تم وهو اللي قال لها وين كانوا مخبيين باش يجيبوهم بصح كيما قلت لكم ياسف جبد قال لي بروف لي كانوا كاينين وبين الصح عشية 8 من اكتوبر 1957 سركلا والدار اللي كان مخبي فيها علي وصحابه حومة معمرة بالعسكر الكوموندون جيرو اللي هو لاجوان تاع الكولونيل جون بيير سياق قبل يهضر مع علي ويقنعه باش يخرج وعلي ما جاوبوش علي Allez, la pointe. Fais sortir les autres, au moins. Tu sais bien que vous allez tous sauter. Le gosse s'en tirera avec quelque temps de maison de redressement. Pourquoi veux-tu le faire mourir? زاد خبرو بلي راح يفجروا الدار هذيك قاع ويقتلوهم قاع وكيف كيف ما جاوبوش مرة أخيرة بالميغافون زاد سي يقنعوا باش يخرج وتانيك علي ما خرج وما جاوبو مور الإندار الأخير هذاك مد الأمر وفجروا الدار هذيك والتم استشهدوا علي لابوينت حاسبة بن بوعلي بتي عمر ومحمود بوحميدي الله يرحمهم وماتوا تانيك من الانفجار 17 بنادم واحد آخر منهم 8 أطفال المجد والخلود لشهدائنا الأبرار علي لابوينت أصبح شخصية بارزة وأسطورة من أساطير ثورة التحرير الوطنية دايرين له تمثال في الولاية اللي زايد فيها مليانة والدار اللي استشهد فيها ولات معلم تاريخي في القصبة وفي 1966 4 سنين مور الاستقلال المخرج الإيطالي جيلو بونتي كورفو خرج الفيلم معركة الجزائر اللي يحكي الاستوار تاع علي عمار وين هو بطل القصة الفيلم اللي ولا من أهم الأفلام في تاريخ سينما الجزائريه الممثل إبراهيم حجاج هو اللي تورنا دور لابوينت ومعلومة شابة تانيت ياسف سعدي نفسه هو اللي تورنا الدور تاع الشخصية ديالو مذكور عليه في بزاف كتابات سورتو التاريخية كيما لا باتاي دالجي طوم 2 و 3 تاع ياسف سعدي لو طون دي ليوبار تاع ايف كوريير ديكسيونير هيستوريك اي بيوغرافيك دو لا غير دالجيري تاع جون لوي جيرار اسكادرون دو لا مور تاع ماري مونيك روبان واللي هضرنا عليه في الفيديو مقبل ماي باتل اوف الجيرز تاع تيد مورغان مذكور تانيك في دي ماغازين تاع زمان كيما هيستوريا ماغازين رقم 208 ورقم 233 وين كتبوا عليه دي زارتيكل بعناوين كيما علي لابوينت ان تيروريست على ليطاب بور او كومون فيني علي لابوينت باش تشوفوا المناضلين كيفاش كان يشوف فيهم العالم كيما فلسطين دوك وفي 2021 باش يخلدوا الذكرى ديالو خرجوا هاد ال 10000 اللي منحوت فيها من لور علي لابوينت شكون فيكم عنده هاد البياسه
كانت هذه هي القصة الكاملة تاع البطل الشهيد علي لابوينت. اشترك معنا في القناة هذه واذا عجبتك الفيديو بعتها لصحابك الباباك، واذا عندك رأي خليه في كومنت لتحتها وايا نناقشوا الموضوع. الفيديو اللي قبل هذا قلت باللي الجاية راح تكون على معطوب الوناس، بصح درت هذه في بلاصتها لسببين رئيسيين. السبب الاول، حبيت نحط فيديو على مجاهد اليوم في اول نوفمبر باش نحيي الذكرى تاع الثورة الجزائرية، وفي نفس الوقت باش نوري باللي ديما في التاريخ المناضلين والمجاهدين يقولوا عليهم ارهابيين في الميديا كونترولي. السبب الثاني هو اثناء البحث ديالي والدراسة في حياة معطوب الناس، تلاقيت بواحد الضوضانات هكذايا وبعض من المشاكل اللي كنريق ليها ندير الفيديو. anyway اللينكس كامل راهم لتحت تاع كاع المصادر واكثر اللي حاب يشوفهم ويتاكد، وما تنساوش تاني كاين روابط تاع مساعدات لفلسطين. دير جام ونلتقي المره الجايه ان شاء الله. هذا ما كان، سلام. الجباح حكمت عليك بالموت. اه يا غبر دروك طير. احبسوا، شوفوا فيه مليح من الفوق كل شيء يتبدل في القصبة، شوفوا فيه مليح.